الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا إخوة. أيها الإخوة، وعليكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا إلى خطبة الجمعة فضيلة من فضيلة الأخ الشيخ عبد الله، فجزاه الله عنا الطفل اللي تايه موجود هنا اهو. الطفل موجود اهو يا جماعه. خلاص بقى اطلعوا له فوق، اطلعوا له فوق اهو جاي. خلاص الشيخ عبد الله حدثنا عما نعانيه الان من التفرقه. قلنا يوم 25 يناير ما كانش لنا من
ونقول كلنا يد واحدة. كل ما اعتدى والله 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 لو كان هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم الآن يوم 25 يناير ما خاب ثورة 25 يناير. يوم 25 يناير كلنا كنا يد واحدة. اللي قام دور من برا واللي قام من جوا واللي رفع أصواتهم العالم كانوا فين يوم 25 يناير وبعد 25 يناير. النهارده كل واحد منهم